أهلا وسهلا بكم في الأجندة أكثر من مئة مصاب بينهم خمسون كتيلا فيهم طفل أو أكثر هم ضحايا المجزرة التي ارتكبها رجل استرالي في نيوزيلندا هاجم مسجدين للمسلمين وأطلق عليهم الرصاص خلال شهر مارس الجاري هذه الحادثة المروعة وضعت الإرهاب الأبيض تحت الضوء من جديد أقصد بالإرهاب الأبيض الإرهاب الرجل الغربي الذي تنامى في السنوات السبع الأخيرة ضد المهاجرين والمواطنين المسلمين في أوروبا هذه الحلقة تحاول وضع المشاهد أمام صورة واضحة لهذه القضية من خلال تناول أبعادها المختلفة والإجابة على أسئلة مثل لماذا تنامت موجة العداء للمهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا كيف يكف منها المجتمع الأوروبي ما هي الهويه الاوروبيه وما علاقتنا نحن العرب بهذه الهويه؟ ما واجب العرب والمسلمين المهاجرين في اوروبا تجاه هذه الظاهره؟ وغيرها من الاسئله فكونوا معنا. في حلقه قديمه من هذا البرنامج استعرضنا تقريرا مصورا لمده اربع دقائق وهو اطول تقرير في هذا البرنامج. كان عن مخاوف الاوروبيين من انتشار الاسلام في اوروبا. كان التقرير يقول ان اوروبا ستصبح قاره اسلاميه في العام 2050 اذا استمر معدل الهجره ومعدل مواليد المسلمين كما هو عليه الان. وهذه نتيجه مخيفه بالفعل بالنسبه لهم. قاره كامله ستتغير هويتها خلال جيل واحد من الان. وهذه المخاوف موجوده لدى عامه الاوروبيين لكنهم يختلفون بعد ذلك في الموقف منها انقسموا على قسمين هناك اليمين القومي واليمين الديني المتعصب وهناك الاوروبي الديمقراطي العادي اليمين القومي يرفض وجود تعدد ثقافي وعرقي داخل اوروبا ويعلن ان اوروبا قاره للبيض فقط للبيض العلمانيين فقط واليمين الديني المتعصب هناك الذي استعرضنا له نموذجا في حلقة سابقة كسيس فرنسي هذا اليمين المتطرف الديني يعلن أن المسيحية في خطر والكنائس في خطر ولا بد من إنقاذ أوروبا من الزحف الإسلامي تنابت هذه الصيحات وإحنا استعرضنا في حلقة سابقة كلام لكسيس فرنسي وكلام لكسيس روسي بينما يرى الأوروبي الديمقراطي أن أوروبا قارة مفتوحة مفتوحا للتعدد الثقافي ما دامت قد تبنت القيم الديمقراطيه والقيم العلمانيه ويعتقد ان رفض التعدد الثقافي سي... سي سيعد اختراق للقيم الديمقراطيه الاوروبيه وهي هذه القيم اهم ما انتجته اوروبا في تاريخها كله بالنسبه للعلمان الديمقراطي ومن ثم فهو يطالب باحتواء الجاليات المسلمه في اوروبا مع اتخاذ اجراءات تحد من الهجره اليها هذا العلماني الديمقراطي بيقول لك خليهم يعني تعدد الثقافات امر واقع مطلوب لانه طبيعه العلمانيه هكذا وطبيعه الديمقراطيه هكذا واحنا اخترنا مبادئ العلمانيه وقيم الديمقراطيه اذا لا باس من التعدد الثقافي لكن بشرط ان نحد من الهجره بطرق معينه يعني قوانين تحد من الهجرة إلى أوروبا وتعمل على دمج الموجودين في الحياة الأوروبية ولو بإجراء اختبار قبول إذا صح التعبير. اختبار قبول يمتحن فيه المهاجر عن موقف من مبادئ العلمانية وعن موقفه من قيم الديمقراطية الغربية. فمن قبل بهذه القيم والمبادئ فأهلا به ومن عابها أو رفضها فليذهب إلى الجحيم، الجحيم هنا طبعا بلاده الوطن العربي تقريبا. وهذا موقف يعني هذا الموقف للعلمانية الـ 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 الديمقراطية أظن أنه عادل ومنطقي للغاية لو وضعنا أنفسنا في مكانهم هذا أعدى الموقف وعلى العرب والمسلمين أن يدعموا موقف هذا الطرف ضد المواقف المتطرفة إذا كانوا يفقهون ولن أتحدث الآن عن طرق الدعم المقصودة لكنها مفهومة لمن حصلت لديه القناعة الذي اقتنع بهذه بهذا الفهم حيعرف كيف يدعم هذا الطرف العلماني الديمقراطي في اوروبا ضد الاطراف الاخرى التي التي تريد تصفيه المهاجرين لكن في الوقت نفسه ينبغي ان نلفت نظر المواطن الاوروبي الى حقيقه مهمه هي ان مشكله الهجره الى اوروبا ليست من صنع العرب والمسلمين بل من صنع الانظمه الاوروبيه نفسها أو أن لها نصيب الأسد في هذه المشكلة. إحنا بنخاطب العرب اللي في المهجر علشان يخاطبوا الأوروبيين. العربي يهاجر إلى أوروبا لماذا؟ لأنه هارب من بلدان القمع والاستبداد والفساد والحياة غير الكريمة في بلده. البلاد التي أفسدها العسكر والحكام الطواغيت. وهؤلاء العسكر والطواغيت باقون في أماكنهم بدعم الأنظمة الغربية التي تجهض كل محاولات التغيير في البلدان العربية. على الإنسان الأوروبي أن يدرك، أن يفهم أنه يدفع ضريبة بسيطة لدعم حكوماته الغربية للأنظمة العربية المستبدة الفاسدة التي أهلكت الحرث والنسل. عليه أن يوجه غضبه إلى حكوماته المنافقة، لا إلى المهاجرين. المهاجر هارب من الاوضاع التي صنعها الاستعمار وصنعها وصنعتها الادارات الغربيه وعليه ان يفهم ان حكومات بلاده تجني الكثير من المال والكثير من المنافع بوقوفها مع الانظمه العربيه المستبدة التي تهجر الناس هذا المال وهذه الخيرات هي حق هذا المهاجر الذي هرب اليكم هذه هي الرساله التي ينبغي ان تصل الى الاوروبي وايصال هذه الرساله بقوه ووضوح الى المواطن الاوروبي هي مسؤوليه المهاجرين انفسهم طبعا من المهم ان نذكر بان اوروبا تقبل المهاجرين ليس لانها ديمقراطيه فقط هذه الدول وانما لانها بحاجه الى المهاجرين اصلا اوروبا بحاجه الى دماء جديده تحرك ماكينات الاقتصاد الاوروبي وتحافظ على شباب الجيوش الاوروبيه لان معدل المواليد الاوروبيين منخفض كثيرا الاسره الاوروبيه تكتفي بفرد واحد او اثنين في الغالب وهذا ما يجعل نسبه الشيوخ وكبار السن كبيرة في اوروبا مقارنة بنسبة الشباب، نسبة الشباب لا توازي الاحتياج الاوروبي في المصانع وفي الجيوش والامن، الاحتياج في المصانع والجيش والامن وغيرها من المرافق التي تحتاج الى دماء متجددة شباب، ولهذا يفتحون الباب للمهاجرين الشباب. في بداية الامر كان الاوروبيون يعتقدون ان قيمهم العلمانية والديمقراطية جذابة جدا لدرجة أنها قادرة على سحق أي ثقافة أخرى وافدة إليها وخصوصا الثقافات الدينية التي يقيسونها على المسيحية لديهم كانوا يقولوا لو فتحنا باب الهجرة وجاء الناس قيمنا العلمانية والديمقراطية جذابة جدا لدرجة أنه أي واحد حيجي عندنا حينسى ثقافتها الأصلية أكيد كانوا مقتنعين هكذا يعني لكنهم اكتشفوا في نهاية المطاف أن هذه الثقافات غير قابلة للمحو وأن الإسلام تحديدا لديه قابلية عالية للتناغم مع هذه القيم الديمقراطية والعلمانية مع قليل أو كثير من التحفظ أحيانا أو من التطرف أحيانا عند جماعات محدودة من الإسلاميين ولا بد أن ننتبه لشيء ونحن نتحدث عن مخاوف أوروبا هو أن مخاوفها من ضياع من ضياع هويتها العلمانية المسيحية هذه المخاوف تأتي مترافقة مع مخاوف أخرى من ضياع ما تبقى من مكانتها مكانتها الدولية بعد أن تراجعت خطوة إلى الوراء في القرن العشرين مع صعود الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ناس داخلين يعني كانت أوروبا هي القوة الدولية رقم واحد في القرن التاسع عشر ثم جاءت أمريكا بعد الحرب العالميه الثانيه وحلت محلها واصبحت امريكا رقم واحد واوروبا رقم اثنين تراجعت اوروبا خطوه الى الوراء. اوروبا تعتقد انها ستتراجع في القرن الواحد والعشرين خطوه ثانيه خطوه اخرى الى الوراء بحيث تحل في المرتبه رقم ثلاثه. بعد صعود القوى الشرقيه صعود الصين والهند وربما تركيا اذا لم تدخل تركيا النادي الاوروبي. يعني الاوروبي اصبح يشعر بنوعين من المخاوف. الاول مخاوف من ضياع الهويه والاخر مخاوف من ضياع المكانه المكانه الدوليه وهو ما كان قد تحدث عنه مفكر امريكي مشهور ومستشار الامن القومي بريجنسكي تكلمنا عنه كثير في كتابه المشهور ركعة الشطرنج الكبرى والحقيقه انه كان ينبغي ان نتوقع نحن المهاجرين ظهور اليمين الاوروبي المتطرف من البدايه. نحن العرب كان ينبغي ان نتوقع هذا من البدايه، من بدايه العصر الذهبي للهجره، من السبعينيات والثمانينيات. لماذا؟ لان ظهور اليمين المتطرف هو النهايه المنطقيه لطبيعه العلاقه بين اوروبا واهدافها وبين الظروف الدوليه، يعني كيف؟ هذا سنتحدث عنه بعد قليل. لكن قبل ذلك دعونا نستمع مره اخرى الى قسيس فرنسي يحذر بشده من الاسلام في اوروبا ويقول بصراحه انه يجهز خطه لمواجهه الاسلام هناك، انا اشتي نتوقف شويه عند كلمه خطه هذه اللي بيجهزها لانه ما نوع الخطه هذه؟ نتساءل ما نوع الخطه؟ ما طبيعتها؟ لعل احداث نيوزيلندا تكون جزء من هذه الخطه ولعلها ستتلوها عمليات اخرى. تعالوا نستمع الى القسيس الذي استمعنا اليه من قبل. nous sommes en quarante aujourd'hui. c'est la même gravité de situation. ce n'est pas les nazis c'est pire. un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'europe. en fait il y a deux fascismes le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. c'est sérieux. c'est sérieux. je sais ce que c'est que l'islam. je l'ai vécu. Et nous le vivons au quotidien. L'islam, la France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands, mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed. À ah, Bruxelles, et c'est un peu partout en Angleterre maintenant, et ailleurs. Et l'Église est là, frileuse, honteuse. Oh, oh elle, constate, elle constate les dégâts, mais que fait-elle Eh bien moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain, demain, un plan, une stratégie de changement. ونحن نتحدث عن اوروبا الحديثه وثقافتها وعلمانيتها وديمقراطيتها ومتطرفيها ينبغي ان نعود الى الوراء قليلا للتعرف على طبيعه اوروبا التاريخيه اوروبا التاريخيه ما هي يمكن نفهم اوروبا الحديثه إذا إذا فهمنا أوروبا القديمة يمكن نفهم أوروبا المعاصرة. يجمع المؤرخون على أن الهوية الأوروبية قد تشكلت من ثلاثة مكونات أساسية هي الفلسفة اليونانية الديانة المسيحية القانون الروماني. وقد مزجت أوروبا بين هذه المكونات الثقافية مزج خاص جعلها مركب واحد. والذي اطلع على تاريخ اوروبا يلاحظ بوضوح انها كانت قاره ذات لون واحد دائما لون واحد اوروبا لا تحب التعدد ولا ولا تقبله على عكس اسيا تماما اسيا متعدده متنوعه الوان عديده دينيه وثقافيه وعرقيه والذي يطلع على تاريخ اوروبا يدرك ان لديها حساسيه مفرطه من تعدد الاديان من تعدد الاديان والمذاهب تحديدا اوروبا لم تكن تقبل تعدد الاديان ولا تعدد المذاهب ولهذا سحقت كل الاديان التي دخلتها بعد المسيحيه او قبلها وسحقت كل المذاهب المسيحيه التي كانت تنافس المذهب الكاثوليكي باستثناء الارثوذكسيه التي صمدت امامها من قبل وعندما ظهرت او ظهر المذهب البروتستانتي في القرن السادس عشر الميلادي في المانيا نشبت حروب أوروبية ظلت عشرات السنين يمكن ثلاثين سنة حرب بين مذهبين. وما زالت أوروبا تتعامل حتى الآن مع روسيا باعتبارها عدو من خارج التشكيل الأوروبي. لماذا؟ لمجرد أن روسيا مسيحية. مسيحية على المذهب الأرثوذكسي عفوا. مع أنه روسيا أوروبية. فيما عدا ذلك يعني عاصمتها موسكو تقع في الصفيحة القارية الأوروبية. ثقافة الروس من ايام الكراس من ايام القياصرة ثقافة أوروبية متأثرة بالفرنسيين والإنجليز والطليان وغيرهم. والأصول العرقية واحدة أصول آرية. ومع هذا فإن الأوروبيين ينظرون إلى روسيا بوصفها بلد خارج التشكيل الأوروبي. وروسيا نفسها بدورها ترد التحية بأحسن منها عندما أصدرت قانون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يمنع التدين بأي دين او مذهب لم يكن موجودا قبل الثوره البلشفيه اللي حصلت في 1917 يعني غير مسموح التدين بالمذهب البروتستانتي او الكاثوليكي هذا هو الهدف اما الاسلام فمسموح به لانه كان موجود قبل الثوره البلشفيه في الجمهوريات المحاذيه لروسيا وفي روسيا يعني اوروبا كانت دائما تضيق بتعدد الاديان والثقافات بل وتعدد المذاهب وهذا هو احد اسباب نفيها لليهود الى فلسطين. كانت اوروبا تخشى تهويد القاره الاوروبيه كما تخشى اسلمتها اليوم. لأن الصهيونيه اللي جاءت مع البروتستانتيه الصي... البروتستانتيه ماذا فعلت المذهب البروتستانتي؟ هود المسيحيه، هودها خلاها مسيحيه يهوديه وخشوا بعد ذلك ان تتهود اوروبا بالكامل. على عكس اسيا اسيا المنفتحه على الاديان والثقافات من قديم الزمان اي ان الشرق العربي والاسلامي وغيره متقدم على الغرب في هذه الناحيه من وقت مبكر لولا فساد الانظمه السياسيه الحاكمه فيه هذا الفساد الذي ادى الى تشوه الكثير من قيم المجتمعات الشرقيه الشرق هو الذي استقبل يهود الاندلس عندما اضطهدهم القوطيون الاوروبيون. والشرق هو الذي استقبل الفرق المسيحيه المضطهده من, من قبل الرومان في القرنين الرابع والخامس الميلاديين. والحقيقه ان الغرب قد اخذ كل شيء جميل من الشرق ولم يمنح الشرق سوى الشرور والمشاكل باستثناء شيء واحد هو العلم الحديث في العصر الحديث كما سنرى في الفقره القادمه. قلت ان اوروبا كانت طوال تاريخها تاخذ خيرات الشرق ولا تعطي الشرق سوى الشرور اذا ما استثنينا العلم الحديث الذي خرج من يدها الى ايدي الشعوب الاخرى لاسباب قاهره مش برضاها يعني الاوروبيون ما منحوناش العلم الحديث هكذا كرما منهم لا ما قدروش يسيطروا على اسرار العلم والتكنولوجيا فلتت منهم فما كانش امامهم خيار. ولا اكون مبالغا اذا قلت ان اهم مكونات الهويه الاوروبيه هي مكونات شرقيه. جاءت من الشرق. عربيه على وجه الخصوص. نعم العرب تحديدا هم الذين شكلوا جزءا كبيرا من هويه اوروبا التاريخيه القديمه حتى لما قبل الاسلام. وهذا كلام قد يثير قد يثير استغراب البعض لكن ما غريب الا الشيطان كما يقول المثل شيطان الجهل تحديدا وقبل ان اتحدث عن هذه المساهمه العربيه والشرقيه في تشكيل الهويه الاوروبيه دعوني احدد معنى كلمه عرب العرب كما اقصده هنا لانه مفهوم ملتبس كلمه عرب في الادبيات التاريخيه التقليديه تشير الى اقوام سكنت وسط شبه الجزيرة العربية لكن الحقيقة التي هذا طبعا ما يشير اليه في الأدبيات التقليدية لكن الحقيقة التي اعتقدها انا ويؤمن بها بعض الباحثين امثال الأستاذ الكبير عباس العقاد والمفكر الفرنسي روبير روسي الحقيقة هي أن العرب أمة أكبر وأوسع من هذه الاقوام التي كانت تسكن وسط الجزيره. يدخل في العرب الكلدانيون والبابليون الكنعانيون والأشوريون والعبرانيون واليمنيون طبعا والفينيقيون كل هذه الامم التي سكنت الجزيره واطرافها كلهم كانوا عربا. لماذا؟ لان هذه الامم جميعها تنتمي لارومه عرقيه واحده تفرعت فروعا أطلق عليها أو أطلق على أصلها على أصل هذه الفروع كلمة عرب. عرب هي الكلمة التي أطلقت على أصل الفروع السامية هذه اللي بيسموها سامية. فالعرب إذا كلمة تطلق على الأرومة التي انبثقت منها شعوب وحضارات شبه الجزيرة العربية. إحنا في اليمن ما نسمي أنفسنا عرب، كنا نسمي أنفسنا سبائيين وحميريين وما شابه ذلك. لكن في الحقيقه نحن عرب وكما يقال نحن اصل العرب وكذلك الكلدانيون والفينيقيون والاشوريون وغيرهم ما كانوا يسمون انفسهم عرب كانوا يسموا انفسهم بابليون كلدانيون فينيقيون الى اخره ولا مجال هنا للتدليل على ذلك والتوسع في شرحه ما عندناش وقت المهم ان هذا هو فهمنا لكلمه عرب وهذا هو فهمنا لكلمه عرب والان نعود للحديث عن اسهام العرب والشرقيين في تشكيل الهويه الاوروبيه قلنا في محور سابق ان مكونات الهويه الاوروبيه الثلاثه هي الفلسفه اليونانيه والديانه المسيحيه والقانون الروماني هل تعلمون ان مكونين من هذه الثلاثه هي من اصول شرقيه الديانه المسيحيه جاءت من الشرق من فلسطين وأصول الفلسفة اليونانية جاءت من آسيا من آسيا الوسطى من تركيا تحديدا ومن مصر ومن إيران والهند من الشرق الكبير أصولها أفلاطون زار المنطقة ما قبل أفلاطون كانوا ساكنين وموجودين في والمدارس اليونانية كانت موجودة في في المدن التركية وبعض الأفكار الفارسية والهندية تسربت أيضا إلى هذه الثقافة إلى الثقافة اليونانية وأكثر من ذلك الأبجدية الأوروبية اليونانية وحفيدتها اللاتينية جاءت من الشرق العربي نحن الذين أعطيناهم العرب هم الذين أعطوهم الأبجدية اليونانية والأبجدية اللاتينية وما زالت بقايا الأبجدية العربية موجودة في اللغات الأوروبية إلى الآن الترتيب في الحروف لديهم ما زالت فيه آثار الترتيب العربي يعني حروف كي ال ام ان في الانجليزيه مرتبها كذا كي ال ام ان هذا هو نفسه الترتيب في كلمه كالمون اللي عندنا ابجد هوز حطي كالمون الابجديه اي بي التي تبدا بها كل الادبيات عندهم هي الف باء اللي عندنا والحروف اليونانيه ما زالت تسمى الى اليوم بتسميتها العربيه يسموها اليونانيه ايش يسموا حروفها؟ الفا بتا الفا بتا يعني الف باء بل ان اسم اوروبا نفسها اسم اوروبا نفسها او نفسه قد جاء من اسم فتاه عربيه تقول الاسطوره اليونانيه ان الاله اليوناني زيوس قد خطف هذه الفتاه العربيه التي اسمها اوروبا او عروبه خطفها الى القاره اليونانيه او الى الى القاره الاوروبيه ورحل اخوتها العرب واقاربها للبحث عنها هناك ثم استوطنوا في القاره التي سميت فيما بعد باسمها ويقول بعض الباحثين العرب ان كلمه اوروبا هي تحريف لكلمه عروبه والاسطوره كما قال احد الفلاسفه الاسطوره واللغه تخبئ اسرار الانسان لا نستبعد ان تكون هذه الاسطوره اليونانيه قد احتفظت بسر المهاجرين الاوائل للقاره الاوروبيه او بعضهم على الاقل. وهذا هو اقرب الاحتمالات، يعني هناك عرب او ساميين، عرب كما نسميهم، استوطنوا اوروبا واطلقوا عليها هذا الاسم من عروبه التي كانوا يعرفونها. قد يكون هذا هو السر كما قال الاسطوره تخبئ اسرار الانسان. هذا ما أخذته أوروبا عن الشرق وعن العرب تحديدا فماذا أخذ الشرق وماذا أخذ العرب من أوروبا سوى الحروب الصليبية والاستعمار ونهب الثروات ودعم الأنظمة العربية المستبدة ضد شعوبها وتوطين إسرائيل في المنطقة ودعم الثورات المضادة للربيع العربي كما قلت ماذا حصلنا غير هذا؟ نعم حصلنا على بعض خيرات الحضارة الحديثة التي انتجها الاوروبيون التقدم التكنولوجيا لكن هذا لم ياتي كرما منهم كما قلت بل بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ باسرار العلم والتكنولوجيا في ايديهم كما يشير بعض مؤرخي اوروبا امثال الاسترالي جون هيرست في كتابه اوروبا تاريخ وجيز دون ان ننسى ان اوروبا التي انتجت العلم الحديث والحضاره الحديثه هي التي انتجت ايضا السلاح الفتاك الذي يهدد بفناء الجنس البشري كله. هم منتجو القنبله الذريه والهيدروجينيه وغيرها من الاسلحه الفتاكه، اسلحه الدمار الشامل وهم عرابو سلطه الاقليات المذهبيه في الوطن العربي، هم اللي جابوا الحوثي، هم اللي جابوا بشار وابوه واللي خلفوه هم اللي جابوا الأقليات علشان تحكم إذا في الحقيقة أوروبا لم تمنح الشرق والعالم إلا بعض حقوقه عليها إذا ما تذكرنا أنها أبادت مئات الملايين من السكان الأصليين لقارات بأكملها بعض هذه القارات مثل قارة أمريكا كان يستوطنها مسلمون نزحوا من من الأندلس قبل أن يكتشفها كولومبوس وإذا ما تذكرنا أنها نهبت قارة أفريقيا وتحديدا مالي اللي كان فيها دولة إسلامية عظيمة كانت دولة ديمقراطية موجودة قبل كولومبوس وقبل اكتشاف أمريكا وقصة عجيبة في 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 مالي كانت دولة عجيبة لا يعرف تاريخها كثير من المسلمين نهبوها ومش بس نهبوا ثرواتها وأخذوا أهلها عبيدا إلى أمريكا هناك وجزءا كبيرا من قاره اسيا ايضا نهبوه واذا ما تذكرنا ان للشرق الفضل الاول في تشكيل مكونات هويه اوروبا لكن هذا بالطبع لا يجوز ان ينسينا الخطوه الجباره التي خططها المجتمعات الغربيه تجاه حقوق الانسان هذه مساله لابد ان نشهد بها يعني اذا كان هناك من تقدم حقيقي في اوروبا فهو التقدم في مجال حقوق الحقوق والحريات أوروبا في هذا الجانب ما زالت متقدمة على دول العالم كله بالرغم مما فيها من من عيوب ومهما صعدت الصين مثلا في جانب التقدم التكنولوجي والنظم فإنها ستظل متخلفة كثيرا في مجال ال في المجال الإنساني مقارنة بأوروبا وهذا هو البعد الذي نخشى أن يتراجع في القارة الأوروبية بعد حوالي مئة سنة فقط أو أقل من تحققه اوروبا الديمقراطيه الانسانيه عمرها قصير ونحن ما نشتيهاش تختفي لانه بقائها بهذا الشكل مفيد للانسانيه ومفيد للعرب تحديدا. وفي هذا الجانب الانساني ينبغي ان نرفع القبعات اليوم للشعب النيوزيلندي. الامه النيوزيلنديه التي اظهرت اعلى درجات الانسانيه والتسامح في موقفها من المجزره المروعه التي ارتكبها الاسترالي المجرم. شاهدنا كيف تصرفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، وكيف تصرف البرلمان النيوزيلندي، وكيف تصرف النيوزيلنديون أنفسهم أو أنفسهم طوال الأسبوع الماضي. يعني هؤلاء يضعون الورود على أبواب المساجد، وهؤلاء يعلنون إسلامهم تضامنا مع الضحايا، وهؤلاء يحضرون صلاة الجمعة بأعداد كبيرة، والبرلمان يفتتح جلسات بتلاوه ايات قرانيه واخت القاتل وامه تطالب باعدامه ورئيسه الوزراء تقول ان تاريخ نيوزيلندا قد تغير الى الابد وناس بيبكوا وغيرها من صور التضامن الانساني التي لا مثيل لها في التاريخ كله ما حصلش هكذا في التاريخ كله وهكذا هكذا هي الفطره الانسانيه النقيه النظيفه عندما تتخلص من كاذورات العنصريه والايديولوجيا المتطرفه التي ابتلينا بها نحن العرب والمسلمون، نحن عنصريون من من حتى الاذقان يعني. العنصريه تجري في دمائنا مثل الدم. مثقفين ونخب وعامه وعاديين حتى لما نروح اوروبا ما نتنظفش. نلبس كويس لكن يظل داخلنا تراث الجاهليه كله. هذه هي اوروبا التي تعلمنا القيم الإنسانية هذه هي أوروبا التي ينبغي أن نساعدها على البقاء في وجه أوروبا الاستغلالية في وجه أوروبا القاتلة العنصرية الأخرى تعالوا نشوف منظر النيوزيلنديين وهم يحضرون صلاة الجمعة تضامنا مع المسلمين ورئيسة الوزراء النيوزيلندية نفسها تذكرهم بحديث منسوب للنبي محمد يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. تعالوا نشوف. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said: The believers in their mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. نيوزيلاند <applause> يقول المثل رب ضاره النفعة ولعل هذه الجريمه التي ارتكبتها او ارتكبها هذا المجرم في نيوزيلندا لعلها تعيد الحقائق او تعيد ترتيب الحقائق في مشكله الارهاب. واول تلك الحقائق التي سيعيد الاوروبيون النظر فيها هي ربط الارهاب في الدين كما حاول ان يصنع الخطاب السياسي المخابراتي الموجه. العالم كله وقع ضحيه خدعه نفذتها اجهزه الدعايه والمخابرات الغربيه والعربيه. هي خدعه تشتيت الانتباه عن الاسباب السياسيه للظاهره الارهابيه. وتركيز الضوء بصوره مبالغ فيها على العلاقه بين الارهاب والاسلام تحديدا. وقد نجحت هذه الخدعة بالفعل يعني لو رجعنا إلى خطابات أسامة بن لادن مثلا وحللناها وفتشناها سنكتشف أن مشكلة ومشكلة القاعدة والمتطرفين أيامها مشكلة مع الأمريكان هي مشكلة سياسية مشكلة القضية الفلسطينية على وجه الخصوص ثم مشكلة وجود القوات الأمريكية في الجزيرة العربية لم يناقشوا هذه القضية وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على هذه القضية على هذا البعد على هذا الدافع لكن وسائل التوجيه المخابراتي استطاعت ان تحرف الانتباه الى قضيه اخرى هي قضيه الفكر الديني المتطرف اصبح الكلام عن الفكر الديني عن الفكر الاسلامي المتطرف اصبحت القضيه هي الاسلام المتطرف وليس الممارسات الغربيه الاستعماريه في الوطن العربي والاسلامي التي دفعت الناس للتطرف كانت هذه هي الخدعه التي وقع فيها الجميع ولهذا اقول ان على الجاليات العربيه والاسلاميه في الغرب أن توصل هذه الرسالة بشكل واضح إلى المواطن الغربي لكي تكسب إلى جانبها إلى صفها ولا طالما قلت في هذا البرنامج أن على العرب أن يكسبوا تعاطف الشعوب الغربية إلى صفهم لأن هذه الشعوب شعوب محترمة محترمة إلى حد كبير جزء كبير منها يعني وإن وجدت فيها بثور عنصرية أحيانا أو انتهازية في بعض الأحيان هذه الأمور لا مفر منها في أي أمة المهم الا نساعد على اتساعها وتضخمها بسلوكنا نحن المهاجرين المهاجرون العرب والمسلمون للاسف الشديد لا يتمتعون بذكاء تاريخي كافي بيحسب نفسه عند امه هناك لو كان لديهم ذكاء تاريخي كافي لعلموا ان دوام الحال من المحال وان اوروبا الجميله المتسامحه التي فتحت لهم ابوابها قد تنقلب يوما ما وتغلق هذه الابواب وتطردهم قد تخرج اوروبا بشعه طاردا لغير اهلها ومن ثم كان ينبغي عليهم ان يفهموا ان يدفعوا باتجاه اوروبا الجميله ان يساعدوا اوروبا الجميله لا يدفعوا الى هذه النتيجه بسلوكياتهم الحمقاء اعني تلك السلوكيات التي توقظ عند الاوروبيين الشعور بتهديد الهويه. السلوكيات التي توقظ الاوروبي عند الاوروبي الشعور بتهديد الهويه الاوروبيه. مثل ارتداء النقاب في الشوارع الاوروبيه للنساء ولبس الثياب القصيره للرجال وكانه خارج من النوم وعدم الاندماج العضوي في المجتمعات الاوروبيه هذه بالنسبه للاوروبيين مظاهر مستفزه للغايه وضع النقاب على الوجه عندهم يعني اخفاء هويه الشخص وهذا امر مستفز يعني مستفز للحد الادنى من ثقافه الاوروبيين وتربيتهم لا يستطيعون تصور ان تمتلئ شوارع اوروبا واحيائها بشخصيات مجهوله تتحرك تحت ستار وبصراحه شكرا جزيلا لهم على صبرهم الطويل تجاه هذه الظواهر في اوروبا ظاهره تشوه الدين يعني هذه الظواهر هي ظواهر تستفز الاوروبي وتشوه الدين وتستفز العقل تماما مثلما تفعل ظواهر العري في الشواطئ لما نشوف احنا العرب نستفز لو جاء لو جاءت واحده عريانه متبرجه لابسه مايوه وجازعه في شواطئ البلدان الاسلاميه او في شوارعها سنستفز نفس الحال لما يشوفوا النقاب كله تطرف وبعد عن الوسطيه وبعد عن العقلانيه وبعد عن الدين لماذا تستفز الاوروبي لماذا تستفز الاوروبي الذي فتح بلدك بلده لك وأعطاك إعانة وأعطاك معيشة طيبة وحماك ودرس أولادك وهو بيقول لك مشتيش منك حاجة غير أنك تحترم مشاعري أنا لا لا أحب هذه المظاهر جاي من بلادك هربان تعبان جوعان حافي ومش قادر تتنازل عن مسائل مذهبية بسيطة أنت بتسميها من الدين وهي أمور مختلف فيها في مذهبك أنت هي ليست من الدين عندنا لكن في مذهبك أنت مختلف عليها مش قادر تقدم تنازل بسيط تكشف عن وجه زوجتك علشان الناس يطمئنوا في الشوارع بصراحه هذا يعني جبروت 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 هذا انسان جبار يعني عتل حاول تساعد نفسك وتساعد الناس علشان ما تستفز الاخرين تظل اوروبا هذه مفتوحه للمضطهدين وال... قبل ما يقلبوا ويغيروا رايهم الدرس الاخير والكبير الذي ينبغي ان نخرج به من هذه الماساه هو درس موجه للاسلاميين. الاسلاميون عندنا في الوطن العربي اللي عاد عندهم تحفظ وحساسيه من البيض والعلمانيه. هل رايتم ايها الاسلاميون عظمه العلمانيه الديمقراطيه؟ هل رايتم كيف تحميكم وتحمي معتقداتكم؟ شفتوا الشعوب شفتوا الشعب النيوزيلندي كيف التف حول الضحايا؟ شوفوا كيف بيحموكم في اوروبا على الرغم من انكم مختلفون عن اصحاب نيوزيلندا عرقيا وثقافيا ودينيا الا ان الحكومه النيوزيلنديه والشعب النيوزيلندي ضرب اروع الامثله في التعاطف معكم وحمايتكم بعد ان فتح لكم من قبل ابواب الحياه الكريمه على ارضه وبعد ان هجرتكم بلاد الاسلام والاستبداد الا يدفعكم هذا للاعتراف بفضل العلمانيه والديمقراطيه الا يدفعكم هذا الى التفكير في التخفف شويه من سلوكياتكم المستفزه للمواطن الاوروبي اليس من الواجب الديني والاخلاقي ان تحترموا مشاعر اصحاب الارض الذين استضافوكم فلا تستفزوهم بمناظر ومظاهر تثير الاشمئزاز وهي من فضول المذاهب كما قلت لا من اصول الدين ألم يأن الأوان للتعرف على دينكم الحق دينكم دينكم اللي اللي استبدلتوه بثقافه دحس والغبراء وسميتوها اسلام دينكم الاسلام السماوي النقي الذي نزل مثل الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحه وجيتوا تلونوه بالمذاهب صار اصفر واحمر واخضر ألم يأن الأوان إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله